بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم في قناة مدارس الإيمان الخاصة بالمنصورة. تعالوا نكمل منهجنا للصف الثاني الإعدادي ومع درس مساحات بعض الأشكال الهندسية. مساحات بعض الأشكال الهندسية، أول شكل هناخده المعين. المعين تعريفه هو متوازي أضلاع فيه ضلعان متجاوران متساويان في الطول. متوازي أضلاع يعني أخذ جميع خواص متوازي أضلاع. معنى اللي أنا بذكر في تعريفه إنه هو متوازي أضلاع، الكلمتين دول بس لازم تكون فاكر جميع خواص متوازي الأضلاع. نفتكر كده مع بعض خواص متوازي الأضلاع. في كل ضلعين متقابلين متوازين، يبقى القطعة ألف د توازي القطعة باء د، القطعة ألف باء توازي القطعة د ج. الخاصية الثانية، كل ضلعين متقابلين متساويين في الطول، يبقى ألف د بيساوي باء ج، ألف باء بيساوي د ج. كل زاويتين متقابلتان متساويتان في القياس، يبقى قياس زاوية أ بتساوي قياس زاوية ج، قياس زاوية باء بتساوي قياس زاوية د. كل زاويتين متتاليتين مجموعهم 180 درجة، مجموع قياسيهما 180 درجة أو بنقول عليها متكاملتان. نفهم من كده إن قياس زاوية أ زائد قياس زاوية باء 180 درجة، قياس زاوية باء زائد قياس زاوية ج 180 درجة، وهكذا. أي زاويتين متتاليتين جين ورا بعض يكون متكاملتان. القطران ينصف كل منهما الآخر. القطر قطعة مستقيمة واصلة بين رأسين غير متتاليين، زي د مع باء القطعة ألف ج. يبقى القطر الأولاني اللي لونه أحمر ده والقطر الثاني اللي لونه أزرق ده، يعني إيه الكلام ده؟ إن تم تنصفهم بنقطة مين؟ يبقى الجزء الأزرق هنا يساوي الجزء الأزرق ده، والجزء الأحمر اللي هنا يساوي الجزء ده. ده معناه أن القطران ينصف كل منهما الآخر. ميم ألف يساوي ميم جيم، ميم باء بتساوي ميم دال. طب ليه غيرنا اسمه وبقى معين؟ ما في كل خواص متوازي الأضلاع. غيرنا اسمه عشان اخد كل خواص متوازي الاضلاع وهنضيف ليهم، هنضيف لهم ايه؟ فيه ضلعان متجاوران متساويان في الطول. ايه الكلام ده؟ ما احنا فاهمين ان جميع اضلاعه متساويه في الطول. ليه في التعريف بيقول لي فيه ضلعان متجاوران متساويان في الطول؟ زي ا ب هيساوي باء ج، دول ضلعين متجاورين ساووا بعض في الطول، مع ان المعين جميع اضلاعه متساويه في الطول. ليه جابها في التعريف؟ قال لك يكتفي ان انت تعرف ان في ضلعين جنب بعض بيساووا بعض في الطول، لانه اخد جميع خواص متوازي الاضلاع، فالضلع ده هيساوي الضلع ده في الطول، والضلع ده يساوي الضلع ده في الطول، ففي النهايه فعلا جميع اضلاع هتكون متساويه. بس بالرغم من كده في التعريف قال لك كفايه يكون اتنين جنب بعض بيساوي بعض في الطول، ومن خواص متوازي الاضلاع اللي هو اخدها كلها هيبقى ده بيساوي ده وده هيساوي ده، فيبقى جميع اضلاعه متساويه في الطول. ايه الحاجه الثانيه؟ ان القطران متعامدان، يبقى الزاويه بينهم تكون 90 درجه. نركز كده في قطر المعين. قطر المعين ينصف كل منهما الاخر، اخذها من متوازي الاضلاع، متعامدان. ده الجديد اللي اضافه المعين فغير الشكل وبقى اسمه كده. غير متساويان في الطول، مش بيساوي بعض في الطول، ينصفا زوايا الراس. يعني ايه الكلام ده؟ القطر ده هينصف زاوية رأس أ، فتبقى قياس زاوية باء أ ج هتساوي قياس زاوية ج أ د، وكل زاويتان متقابلتان متساويتان في القياس، فقياس زاوية أ كلها بتساوي قياس زاوية ج كلها، ف
هيبقى كمان القطر ده ينصب زاوية ج. كمان قياس الزاوية دي هتساوي قياس الزاوية دي. قياس زاوية ألف دال باء هتساوي قياس زاوية باء دال جيم، ويبقى كده أخذنا خواص المعادلة. مساحة سطح المعادلة، فلما قلنا إن هو حالة خاصة من متوازي الأضلاع، يبقى لازم تفتكر مساحة سطح متوازي الأضلاع. إيه هي؟ تعالوا نشوف. طول الضلع في الارتفاع، ومساحة متوازي الأضلاع، طول القاعدة في الارتفاع المناظر لها. ومتوازي الأضلاع القطعة ب ج لا تساوي القطعة ا ب، فيبقى القاعدة ب ج ارتفاعها د واو، والقاعدة الثانية ا ب ارتفاعها بيكون د ه. في المعين جميع أضلاعه متساوية، يعني القاعدة دي بتساوي القاعدة دي، ويبقى الارتفاع ده برضه هيساوي الارتفاع ده، فهيبقى أسهل من متوازي الأضلاع. فنقول طول الضلع في الارتفاع، الضلع هو القاعدة، طول الضلع هو طول القاعدة، أي قاعدة هنا هي ضلع من أضلاعه، فأضلاعه كلها متساوية، فأي طول ضلع والارتفاعات كلها بتكون متساوية، يبقى طول الضلع في الارتفاع. أخذنا برضو في خمسة ابتدائي قانون تاني لمساحة سطح المعين، نفتكر كده. أيوة، هو نص طول القطر الأول في طول القطر التاني، يبقى نص في طول القطر الأول في طول القطر الثاني، لأن أقطاره غير متساوية في الطول. المربع هو معين، يبقى أخذ جميع خواص المعين وخواص متوازي الأضلاع، بس شكله اتغير، شكله اتغير عشان قطراه متساويان في الطول، يبقى نفس قانون مساحة المعين بس أقطاره متساوية. نقوم نكتبه بالشكل ده، مساحة المربع نص مربع طول قطره، أو نص في طول القطر في طول القطر. تعال نشوف كده المثال الأولاني. أوجد مساحة المعين الذي طول ضلعه 10 سنتيمتر وارتفاعه 8 سنتيمتر. الضلع عندي وليكن ب ج ده طولها ب 10 سنتيمتر والارتفاع طوله بثمانية، فيبقى مساحة المعين طول الضلع في الارتفاع 10 في 8 80 سنتيمتر مربع. نخلي بالنا ان في المساحة لازم يكون 80 سنتيمتر مربع. أوجد مساحة المعين الذي طوله قطرين 8 سنتيمتر و12 سنتيمتر. نستخدم القانون الثاني لمساحة المعين، ممكن نكتبه نص حاصل ضرب طولي قطرين، يعني يبقى نص في 8 في 12 يبقى 48 سنتيمتر مربع. احتاجنا نستخدم القانون الاولاني لما يكون طول الضلع والارتفاع موجودين، يبقى طول الضلع في الارتفاع. جاب طول قطرين يبقى استخدم القانون نص حاصل ضرب طولي قطرين. أوجد مساحة المربع الذي طول قطره 10 سنتيمتر. إيه ده؟ جاب عدد واحد. ما لازم تبقى فاهم إن قطري المربع متساويين في الطول. نفس قانون المعين، بس هنا هنقول نص مربع طول قطره، أو نص في طول القطر في طول القطر. يعني أقول نص في 10 في 10. القطر الأولاني بيساوي طول القطر الثاني. نص العشرة خمسة، خمسة في عشرة يبقى 50، وبرضه 80 سنتيمتر مربع علشان المساحة. الشكل الثاني اللي معانا النهاردة شبه المنحرف. شبه المنحرف هو شكل رباعي فيه
ضلعان متوازيان وغير متساويان في الطول. تعريف متوازي الأضلاع: في كل ضلعين متقابلين متوازيين، يعني يبقى ده بيوازي ده وده بيوازي ده. ايه الاختلاف هنا؟ ان ده في ضلعين اتنين فقط متقابلين وبيوازوا بعض، يعني القطعة ألف د بتوازي القطعة باء ج، والقطعتين التانيين لا مش بيوازوا بعض، يبقى ده اسمه شبه المنحنى. القاعدتان أو الضلعين اللي بيوازوا بعض ده هنسميهم قاعدتي شبه المنحنى. الاتنين مش بيساووا بعض، اللي فوق دي الصغيرة يبقى دي القاعدة الصغرى، اللي تحت دي أطول يبقى دي القاعدة الكبرى. طب الضلعين التانيين بنسميهم ساقي شبه الايه؟ المنحنى، يبقى ده ساق وده ساق. فين ارتفاعه؟ الارتفاع قطعة مستقيمة عمودية بين القاعدتين المتوازيتين، يبقى دي القاعدة الصغيرة، دي القاعدة الكبيرة، علشان دول اللي بيوازوا بعض. طول القطعة دي قطعة ألف دال، طولها هو ده ارتفاع شبه المنحرف. في منه أنواع. شبه المنحرف المتساوي الساقين، هنا القاعدة دي بتوازي القاعدة دي، الجديد إن الساق اللي هنا بتساوي الساق اللي هنا في الطول، يبقى ده شبه منحرف متساوي الساقين. هنا لا مش شرط، ده لا يساوي ده، يبقى شبه منحرف مختلف الأضلاع أو شبه منحرف بس. من خواص شبه المنحرف المتساوي الساقين زاوية كل من قاعدتي متساويتان في القياس. يعني ايه الكلام ده؟ القاعدة عندي القطعة باء ج فوقيها زاويتين، قياس زاوية باء وزاوية ج، قياس زاوية باء هتساوي قياس زاوية ج. طب في قاعدة تانية اللي هي القطعة أ د، يبقى قياس زاوية أ هتساوي قياس زاوية د. ده معنى زاوية كل من قاعدتيه متساويتان في القياس، وده بيكون لشبه المنحرف المتساوي الساقين. قطران متساويان في الطول، القطر عندي القطعة ألف جيم والقطعة باء دال، شبه المنحرف المتساوي الساقين يساوي بعض في الطول. له محور تماثل واحد ينصف قاعدتين. القاعدة ألف د هنا ده تم تنصيفها، هنا برضو باء ج تم تنصيفها هنا، يبقى القطعة دي بتساوي القطعة دي، هنا القطعة دي بتساوي القطعة دي، يبقى المستقيم المار بالنقطتين دول هو ده محور تماثل شبه المنحرف المتساوي الساقين. النوع اللي عندنا التالت شبه المنحرف القائم الزاوية. ايه حكايته؟ هو شبه منحرف فيه أحد ساقيه عمود على القاعدتين المتوازيتين، دول القاعدتين المتوازيتين، دول ساقي شبه المنحرف، واحد منهم عمودي على القاعدتين المتوازيتين، وفي الحالة دي يبقى طوله هو ده ارتفاع شبه المنحرف القائم الزاوية. ايه حكاية القاعدة المتوسطة لشبه المنحرف؟ هي القطعة المستقيمة الواصلة بين منتصفي الساقين في شبه المنحرف. هنا الساق القطعة ا ب، الساق الثانية القطعة د ج، س لما تكون منتصف القطعة ا ب، وص منتصف القطعة د ج، لما اوصل قطعة مستقيمة بين السين والصاد دي تسمى القاعدة المتوسطة. يبقى في قاعدة صغيرة فوق وفي قاعدة كبرى تحت. القاعدة المتوسطة لازم تكون واصلة بين منتصفي ساقي شبه المنحنى. مساحة شبه المنحنى بقى عندنا مشكلة، عاوز اخليه زي متوازي الاضلاع، يبقى طول القاعدة في الارتفاع، الارتفاع ما فيش فيه مشكلة، يبقى هو قطعة مستقيمة عمودية على القاعدتين دول. المشكلة عندي لو أنا استخدمت القاعدة الصغيرة
يديني مساحة أقل من مساحته الحقيقية، وإذا استخدمت القاعدة الكبيرة يديني مساحة أكبر من مساحته الحقيقية. طب نتصرف إزاي؟ نتصرف إن إحنا نستخدم القاعدة المتوسطة دي في الارتفاع ده، فيبقى القانون عندي مساحة شبه المنحرف طول القاعدة المتوسطة في الارتفاع. طيب تعال نشوف هنا، لما قفلت الشكل ده كده متوازي أضلاعه هيكون المثلث ده يطابق المثلث ده، وبالتالي مساحة سطح المثلث ده هيساوي مساحة سطح المثلث ده، فيبقى مساحة متوازي الأضلاع الجديد هيساوي مساحة شبه المنحرف. اعتمدنا في متوازي الأضلاع ده على مين قاعدته؟ هتكون القاعدة المتوسطة اللي هي هتساوي الجزء ده، اللي هي هتساوي الجزء ده. طب برضه نثبتها بطريقة تانية، قطر شبه المنحرف هل يقسم المثلثين متساويين في المساحة؟ لا، لما يكون مختلف الأضلاع لا. طيب شبه المنحرف ده هيتقسم لمثلثين ألف باء دال، ده أول مثلث قاعدته هي القاعدة الصغرى. المثلث الثاني باء جيم دال، وتبقى قاعدته هي القاعدة الكبرى. يبقى فعلا مساحة شبه المنحرف ألف باء جيم دال عبارة عن مجموع مساحتي سطحي المثلثين اللي جبناهم من قطره قسمه لمثلثين. طب مساحة المثلث ألف باء دال نص طول القاعدة في الارتفاع المناظر لها، يبقى نص هنسمي دي مثلا لام واحد في الارتفاع بتاعها باء واو، يبقى ده مساحة المثلث الأولاني. مساحة المثلث الثاني نص طول القاعدة في الارتفاع المناظر لها، يبقى مساحة سطح المثلث باء ج د هيساوي نص باء ج في د ه، ممكن نسمي دي لام 2 يبقى نص لام 2 في د ه. يبقى من هنا مساحة شبه المنحرف ا ب ج د هقول ان هو بيساوي مساحة المثلث ا ب د زائد مساحة المثلث د ب ج، هيبقى نص طول القاعدة في الارتفاع المناظر لها في المثلث ده في المثلث ده. من هنا هنوصل نص لام واحد عين زائد نص لام اتنين عين، الارتفاع للمثلث الاولاني هيساوي الارتفاع للمثلث التاني، يبقى الاختلاف كله في مين؟ في القاعدة الصغرى والقاعدة الكبرى، ده لام واحد وده لام اتنين، يبقى نص لام واحد عين زائد نص لام اتنين عين، النص مشتركة العين مشتركة، ممكن اخدها عامل مشترك نص عين، هفتح قوس كده هقسم كل ده على ده، يتبقى هنا لام واحد زائد لام اتنين، ومن هنا جه فكرة القانون اللي هو نص مجموع طولي قاعدتيه المتوازيتين في الارتفاع، نص لام واحد زائد لام اتنين ده مجموع طولي قاعدتيه المتوازيتين في مين؟ في الارتفاع، وقلنا ان نص مجموع طولي قاعدتين المتوازيتين هو ده مين؟ طول القاعدة المتوسطة في الارتفاع. يبقى قانون مساحة شبه المنحرف طول القاعدة المتوسطة في الارتفاع. طب لو جاب لي طولي قاعدتين المتوازيتين اجمعهم واقسم على الاثنين، ناخد كده المثال ده، اوجد مساحة شبه المنحرف الذي طول قاعدتيه المتوازيتين 5 سنتيمتر و9 سنتيمتر والبعد بينهما 4 سنتيمتر. نفهم من كده ان طول القاعدتين الصغيرة 5 والكبيرة 9، البعد بينهما هو الارتفاع فيكون الارتفاع 4. طريقة الحل هنقول مساحة شبه المنحرف بتساوي طول القاعدة المتوسطة في الارتفاع نص، لازم اجمع دول الاول، يبقى القاعدة الاولى زائد القاعدة الثانية، عشان كده حطيناهم داخل الاقواس. يبقى الاقواس عندنا في الرياضيات تعلمنا
لازم ده يتعمل الاول، يبقى اجمع الاول 5 زائد 9 يبقى 14، نصها يبقى 7، 7 في 4 28 سنتيمتر مربع. في النهاية نذاكر درس مساحات بعض الأشكال الهندسية كويس. محتاجين أي استفسار أي حاجة على جروب الواتس. بنشكر أستاذ محمد البهاء على إعداده للدرس، بنشكر أستاذ هاني الشنواني على تصويره، ونشكر أستاذ محمد ضياء باستخدامنا موبايله، ونشكر كل روح التعاون في أسرة مدارس الإيمان الخاصة. وفي حلقات قادمة إن شاء الله.